اهلا فيكم بيتنا المتنقل، تفضلوا. هلا احنا باللحظات الاخيره احنا قاعدين بنحضر عشان ننطلق ان شاء الله برحلتنا، رحله طويله ان شاء الله تكون. الخطه ان احنا نمشي من شمال المانيا ننزل للوسط، وان شاء الله بعديها احنا بنشوف شو راح يصير معنا حسب الاجراءات وحسب كل مقاطعه كيف راح يكون قوانينها، لان كل يوم بتغير الموضوع. خلينا نفرجيكم احنا شو الاشياء اللي احنا حضرناها. طبعا احنا قدر المستطاع حاولنا نحط الاشياء اللي ممكن تلزمنا، المشط للحلاقه، كريمات، يعني العاب للجاد والعماد، حطينا الاحذيه اللي ممكن تلزمنا لجاد وعماد، وإنا طبعا برضه الحمام حطينا الاشياء اللازمه، كيف معجون اسنان وفراش اسنان، الشامبوهات، البشاكير. طبعا هنا برضه حضرنا المخدات والحرامات اللي ممكن يعني تلزمنا في رحلتنا. هي تجربه، هي تجربه اولى، اكيد راح نواجه بعض الصعوبات، ممكن نواجه بعض الاخطاء، نتفاداها في الرحلات القادمه. جاد وعماد متحمسين، حكوا لاصدقائهم انهم مسافرين ويمكن يطولوا كثير وراح يعيشوا كل الوقت بالكرفان، ودعوهم ومشينا باتجاه الطريق السريع مع المناظر اللي بتشوفها وانت سايق، تستمتع يعني بالسواقه، كثير مناظر حلوه، بس مش الطريق السريع. لما تكون ماشي في الطريق الداخلي وبين القرى مناظر كثير حلوه وممتعه جدا. فهون شوف بعد ساعات من السواقة بين المناظر والطبيعة وخيوط الشمس بين الغيوم والأبقار والأحصنة مسترخي بالخضار على جنب الطريق، حولنا طريقنا لنمشي بالقرى الصغيرة والأماكن الريفية. حبينا نقرب من الطبيعة أكثر ونسوق عمهلنا، حسينا جمال الرحلة بالطريق، مش مهم نوصل بسرعة، بيتنا معنا. مرينا بولاية هامبورغ وبعدها وصلنا ولاية بريمن، قررنا نوقف ونتعرف عليها. المدينة القديمة قطعة أثرية، فيها أسقف البيوت محدبة والشوارع ضيقة ومتعرجة. شعار المدينة أربع حيوانات مأخوذة من أسطورة. القصة بتقول إنه في حمار، كلب، قطة وديك مظلومين من مالكهم، وبيوم قرروا يهربوا منه واشتغلوا عازفين موسيقى في بريمن. منحوت لهم تمثال هناك، وأهل المدينة بيقولوا اللي بيلمس قدم الحمار بتحقق له أمنية. اللي عنده أمنية عليك ببريمن، ولا تنسى تلمس قدم الحمار. قربت الشمس تغيب وبين علينا تعب السفر. اخترنا نوقف ونرتاح الليلة قرب مكان مخصص للتخييم على أطراف المدينة، متوفر فيه خدمات وساحات وألعاب ونادي رياضي بالهواء. ومع الغروب حضرنا وجبة سخنة، اتعشينا ونمنا. كانت الليلة هادية دافية ومريحة، صبح بكير كان الطقس بارد. خبزنا كرسان وشربنا القهوة، وفجأة سمعنا صوت طقطقة. فتحنا الباب، لقينا غزال صغير على الباب لاحقه سنجاب ذنبه طويل لونه كرميدي، وهيك بيكون صباحنا خير. الله، نفسي احكي هذا الموضوع قدام الكاميرا. اقول لكم شغله،
احيانا كثير بس نصور فيديوهات ونعملها. يا الله نفسي اعترف. بس نصور فيديوهات انا ما بكون كثير رضيانه عنها. اقول دائما لو هون هيك لو صورت هيك، يعني الواقع بيكون يعني العين بتشوف افضل بكثير من الكاميرا. هو انا شخصيا يعني بتطور قاعده، مش بتطور، بمشي زي السلحفاء مع الكاميرا ومع يعني قدرات التصوير. انا نفسي اسجل هذا الاعتراف قدام كاميرا، ما بعرف اذا يوم الايام راح انشره ولا لا، بس كل ما بعمل فيديو ما بكون عندي نسبه رضا عنه يعني 10%، حتى 10% كثير، صفر دائما اقول له محمود. ف الانسان بيضله يعني بيغلط بيتعلم بيغلط بيتعلم. كثير اوقات يعني بس اروح مشوار وادونه واوثقه بسال حالي انا ليه قاعده، يعني ليه بحب افتح كاميرا واوثق الرحله او ادون هذا المشوار. بيجي ببالي بس موضوع واحد، بتمنى شهد عماد يعني اولادي بس يكبروا ويشوفوا كيف كان زماننا وكيف كنا عايشين وهم كيف كانت طفولتهم معانا. واوقات هم ما بيحبوا يعني يطلعوا على الكاميرا وانا خلص يعني بحبش اني اشد عليهم، مع اني بحب اوثق لهم لحظات يكونوا فيها هم يعني موجودين وشوفوا حالهم وشوفوا مشاغبتهم وشوفوا حركاتهم وهيك شيء. فانتوا اذا شفتوا الفيديوهات فيها نقص وفيها عيوب واحيانا فيها ملل او فيش منها فائده، يعني بيوم من الايام اكيد راح يكون في فائده، اكيد بعد ما اتطور يعني بعد ما اكون يعني عندي قدرات افضل من هيك راح يكون في حكمه يعني لقدام. وهذا الاعتراف اللي كنت نفسي اوثقه بالكاميرا. معايا صورة أوتو استشور لانه أوسكشتون. عماد السؤال، فرعون وموسى اتفقوا مع بعض انه كيف يثبت انه انت مش اله؟ قال له مين بعمل العصا لحية، مين بحول له. بعدين اجوا السحر عندهم كان بالعصاي هيك مصنوع من هيك خيط بشبه حية. اجا موسى معه عصاي، بعدين قال له الله ارمي عصا هيك، رماها تحولت لحية وفرعون انصدم. السحرة اللي جابوا الحبال والعصي شو عملوا بس شافوا حية فرعون حية موسى؟ أسلموا خروا ساجدين. طيب شو عمل فرعون فيهم؟ عذبهم. تعرف كيف عذبهم؟ لا أصلبنكم وأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني اللي بيعرف شو يعني من خلاف، يعني الخلاف مثلا بقطع لك ايدك اليمين واجرك الشمال. عماد شاطر، برافو عليك. انت يا استاذ من القرآن. انت يا بطل. ليه فرعون قاعد يقتل الاولاد الصغار؟ عشان هو خايف انه لما يكبر الصغير يقتله. هيك القصه، ياخد عرشه. هو حلم انه ايش رح يصير؟ انه هيك رح يصير. حلم انه هيك رح يصير. انه رح يدي ولد يسرق مهنته الملوكية منه. ساتر جاد، يعني يصير ملك بدله. عشان هي أكبر من